السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غادي نديروا البهله بطريقه مبسطه وسهله. قدر نسميوها بهله بريستيج، ولكن المكونات ديالها بسيط. عفوا، اول حاجه غادي نحتاجو نص كيلو ديال الفورص، عندنا هنا 200 غرام ديال السنيده، عندنا جوج معالق ديال الكاكاو، عندنا خماره، عندنا قشره ديال الليمونه محكوكه، وعندنا تقريبا كاس ونص ديال العنبه ديال الزيت. انا غادي نعبرهم قدامكم. هنا عندنا كما قلت لكم كاس ونص ديال زيت العنبه والملح بطبيعه الحال. طريقه سهله، انا غادي نعجن في العجانه كما تقدروا تقدموا غير باليد. اول حاجه ناخذ البول فاش نخلط المكونات، نخدم بالكا هذا، هنا عندي الفوص قلنا نص كيلو، هنا عندي سنيدة قلنا 200 غرام، هنا عندي قشرة ديال الليمون ضروري، واحد قبيسة ديال الملح ضروري، قبيسة الملح ملح شوية بالزيت تجيب لينا البهلة. هنا غنديرو كيما قلت لكم الكاكاو، هاد المعلقة الأولى، وعندنا المعلقة الثانية. هاد الخمارة غنديرو المكونات يتخلطو ونطلقا. هنايا كنديرو النواشف اللي هي الدقيق والكاكاو والسنيدة والخمارة حتى يتجانسو لينا، يعني تخلطو، عاد غنبدا نضيف الزيت بشوية بشوية. هنا فقط كنحاولوا نجمعوا الخليط من الجوانب، هنا كما كتشوفوا باقا ما تجمعاش لي مزيان، هادشي كنضطر انني نخلط باش نتاكد بان الخليط تخلط ليا مزيان او تشرب ليا الزيت. هنا خديت واحد الكميه ديال العجين ولولبتها باش نشوف واش غتشكل ليا. مازال كما كتشوفوا بان ليا خاصه شويه ديال الزيت، ولكن ماشي بزاف لان انا خدامه بالدقيق العادي كان عندي هو اللي خدمت به، يعني كاس ونص الى زدتو نص كاس ما تفوتوش. هنايا خديت بابي كويسون وسرحت العجين كما كتشوفوا، واخا هي مفرته كتجمع، ها هي كنسرح بيديا وكتجمع، يعني خدا الكميه الكافيه ديال الزيت. كنسرحها كتبان في الاول ناشفه، ولكن راه كتجمع مني سرحتها بيديا كتجمع. هادشي غادي يبان من غادي نبدا نقطع بالسهكل، غيبان لكم هداك الشي واضح. نتمنى ان الفكره توصلكم.
يعني ما محتاجيتش انني ندير بابي كويسو الفوق، فقط بابي كويسو من تحت ودرت العجين الفوق وكنسرح بالمدلك. يعني العجين راها ناشفه شويه، حاولوا ما تعقوهاش، غتكون غليظه في السمك ديالها، غليظه شويه. كنحاول نقاد من الجوانب. هاد السهكل هو اللي نخدم به تقريبا 4 سنتي في القطر ديالو. انتما كنقطع وكنجر عندي، كنحاول نحيد الساكل شوشك ديالها من الجانب باش تاكدوا بانها ناجحه من الجانب، كتكون حرشه شويه. هذا هو الشكل ديالها. دوك انا غادي نستمر بالتقطاع ديال هاد العجين. بالنسبه للطياب ديالها راه طياب البهله، انا شعلت على الفوق والتحت اللي عدو الفرق. ها نتوما شتو كما ديجا شرحت لكم بان الجانب ديال الحلوى خص يكون فيه الحوشيه شويه. صدقوني هاد البهله والله حتى كتجي بنينه، واحد البنه فيها لا تتصور. والمكونات راه بساط وساهلين، ما فيهاش الزبده. هنا غنكمل التقطاع ونتلاقى. هنا بعد ما كملنا التقطاع ديال الحلوه كناخدو نسلي كراميل. نسلي كراميل كيعلكها، كندهنها من الفوق. وهنا عندنا اللوز بالقشره ديالو ما محمرش مهرمش، وغادي ندهنو الحلوه بالبانسو او بالمعلقه كما درت انايا. هنا البهله بعد ما طابت كنحاولوا نزينو بخطوط ديال الشوكولات. كناخذوا اما باتا كلاسي او اي نوع ديال الشوكولات وكنذوبوا في حمام مريم. اي نوع ديال الشوكولات نديروا في باتا كلاسي احسن، وكنديروا في وكنبداو نشكلوا خطوط على هذا الشكل. نشكلوا خطوط على هذا الشكل هذا. بالنسبه لهذا التزيين هو تبقى اختياري حسب الذوق. وهذا هو الشكل النهائي ديال البهلة بريستيج. اتمنى انها تعجبكم وتنال الاستحسان ديالكم وتجربوها، واذا عجبتكم بارطاجيوها مع العائله والاصدقاء واحبابكم. وما تنسوناش في نهايه الفيديو فضلا وليس امرا عملوا لايك وبارطاج، وبالصحه والراحه الى فيديو قادم ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.